زميلنا الصحفي المغربي في راديو مارس يونس جوده موجود معنا بالتليفون. اهلا بك سي يونس. اهلا بك خويا اسلام بالمستمعين راديو اكسبريس والكل عشاق كره القدم خويا اسلام. مرحبا. دونك انت موجود في تونس يونس واكيد متابع كل اسانيد الوداد للمقابله. احكي لنا انت شنو اخر اخبار الوداد اليوم تقريبا قبل قداش؟ اربع ساعات من انطلاق المقابله واقل شوي. وي خويا اسلام، يعني حضورنا هنا في تونس الخضراء يعني كان يوم الخميس مع بعثة فريق الوداد الرياضي. الامور كانت يعني طبيعيه، الوصول ديال الوداد لمقر اقامته هنا اللي تعود يعني يكون حاضر فيها في تونس بالحمامات، يعني من المناطق اللي ايضا مشهوره عندنا في المغرب هنا في تونس. ظروف كلها يعني ايجابيه بالمقر اقامه الوداد مع خوان كارلوس غاريدو اللي كما تعرف يعني فضل انه ياخذ الحصه التدريبيه الاخيره اللي كانت نورمالمون يعني مبرمجه بملعب المنزه اللي نعرفوه جميع، واللي كان يعني تستقبل مباريات كبيره دائما في القمم المغاربيه خصوصا ما بين المغرب وتونس. ففضل انه ياخذ الحصه التدريبيه هنا مقر اقامته بالحمامات بحضور كل اللاعبين خويا اسلام باستثناء يحيى عطيه الله هذا لاتيرال جوش الوداد اللي عاد جاي يعني في الميركاتو ايفيرنال واللي كان لعب مباراه الذهاب في كازابلانكا، اصابه خلاته ما يكونش حاضر مع بعثه الوداد. ابار سا فكل الافكتيف ديال الوداد حاضر واجد باش نكون يعني مستعد لمواجهه النجم الساحلي التونسي. مام يعني اللاعبين عارفين من بعد الانتصار بهدفين براسيه محمد الناهيري لاتيرال دروات الوداد، فعارفين بانه النجم الساحلي التونسي اليوم في ملعب رادس غادي يحط يعني كل ما في جعبته على خاطر يعني يلعب على كل حظوظه في التاهل للنصف النهائي. يعني مقابله تبقى مفتوحه، الظروف لحد الان ايجابيه، اللاعبين ديال الوداد تقريبا مع الربعه ونص يتوجهوا لملعب رادس، كنعرفوا ما بين الحمامات وما بين راديس يعني تقريبا 80 كيلومتر، وبعد منها يعني البعثه الصحفيين ايضا اللي غادي يتوجهوا الى جانب الجمهور. يعني كان يمكن النقطه الايجابيه خويا اسلام هي انه الجمهور ما بين الاطوال ولا الوداد يعني امور اكثر من رائعه، واللي نحب نشوفوها في المباريات ما بين الاخوه والاشقاء التوانسه والمغاربه ان شاء الله. قلت لي غاريدو رفض يدرب في المنزه ودرب في النزل، علاش الاختيار هذا؟ يعني غالبا الاختيار خويا اسلام كان تفادي اولا ارهاق السفر، يعني 80 كيلومتر فوا دو يعني 160 كيلومتر. فضل خوان كارلوس غاريدو اللي يعرف بطبيعه يعني الاجواء هنا في تونس، فضل انه يلعب او ياخذ الحصه التدريبيه الاخيره في مقر اقامه الوداد هنا في الحمامات. وثاني حاجه ممكن يعني تخوف ايضا من ارضيه ميدان ملعب المنزه. شفنا يعني يمكن الرجاء كان حاضر في اخر مباراه هنا ضد الترجي التونسي، كان خذا حصه تدريبيه بملعب المنزه، ففضل انه يتفادى اولا. تمت معاينه الملعب هو وبعده؟ المعاينه كانت من طرف يعني المفادين ديال فريق الوداد، لانهم سبقوا فريق الوداد هنايا بيوم او يومين هنا في تونس، ففضلوا انه يكون تغيير المقر يعني او الملعب اللي ممكن انهم ياخذوا فيه حصه تدريبيه، فضلوا ياخذوا في الجرده ولا الحديقه اللي كاينه في مقر اقامه الوداد الرياضي. كان اختيار ربما ايجابي لانه ممكن كيبان الكاريدو او الستاف تكنيك ديال الوداد بانه الا ما كنتيش غتاخذ حصه تدريبيه في نفس الملعب اللي غادي تاخذ فيه المباراه، فمن الاحسن يعني تاخذها في اي مكان ومن الافضل تكون قريبه من اقامه فريق الوداد. التشكيله الاساسيه جاهزه ولا مازال شوي؟ بدات توضح؟ واضحه بنسبه 90% خويا اسلام، كما هي يمكن واضحه عند قيس الزواغي يعني في البوتو الدولي حارس المنتخب احمد الريتاغناوتي، في لا ديفونس كومارا الايفواري حذاه عادل الرحيل هذا المدافع السابق ديال ام طلال، في الكوتي دغوا يعني كوم لاتيرال محمد ناهيري، كوتي غوش بدر قادرين، في ميليو تيران كابيتانو ابراهيم النقاش اللي قدم مباراه كبيره امام الاطوال في كازابلانكا، حدا يحيى جبران وقدامهم وليد الكارتي صاحب الراسيه المشهوره في ملعب رادس. ايضا في الاتاك لقاو كل من بديع اوكس اسماعيل الحداد كيبقى يعني او بوينت واش كازا دي كاسينغو او ايمن الحسوني، كلهم لاعبين يعني تكنيكمون سون فور، مي خوان كارلوس غاريدو سا ديبون واش يلعب اليوم 4-4-2 او 4-3-3، ولكن غالبا 4-4-2 تكون هي الانسب لخوان كارلوس غاريدو. حمد ناخذ فكره على اعداد الجمهور نتاع الوداد باش يكون موجود اليوم في الملعب ان شاء الله. والله اخوي اسلام يعني المعطيات اللي عندي يعني تلاقيت يعني مجموعه ديال الجماهير لهنا ديال الوداد ولا ديال الاطوال في الحمامات تقريبا 2000 مناصر، يمكن الاطوال يعني خصص 1000 تذكره للمناصر ديال الوداد الرياضي. مازال ايضا رحله خاصه غتكون الجماهير ديال الوداد
باش انا يتفرجوا اليوم ومن بعد المقابله يعني تكون الوجهه الى كازابلانكا. وفي ايضا جماهير اللي فضلت انها تحضر لهذه المقابله وايضا تستفد من رحله لتونس، على خاطر يعرفوا مجموعه ديال الاماكن هنايا في تونس منها الحمامات سوسه صفاق، يحبوا يعني كما نقولوا احنا حجه وزياره اخويا اسلام. بالضبط، يعطيك الصحه، شكرا لك يونس، دو بليزير خويا، وبالتوفيق للنجم ان شاء الله. شكرا لك خويا. دونك نمشيو نعملوا تفتيحه مع الموسيقى قصيره، وبعد مواصلين مع ضيفنا اليوم انيس الناصري.